الحب يخرج دنيا بطمة عن صمتها بتقطير الشمع على طليقها محمد الترك. شاهدوا المفاجأة الصادمة التي أثارت فضول متابعيها. أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو. في خطوة مفاجئة ومثيرة قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة أن تكسر حاجز الصمت وتخرج عن حيازاتها. مشاركه العالم تفاصيلا من فصل جديد في حياتها من خلال تدوين على حسابها الرسمي على انستغرام بدت في الصوره باطلاله جريئه ومع تعليقها البسيط الحب يجعل منك امراه جميله القت الضوء على فصل جديد في حياتها صاحبه الصوت الرائع والشهره الواسعه تظهر في الصوره بلوك ترابي انيق وتسريحه شعر تنبض بالجاذبيه ومع هذه الإطلالة الرائعة أرفقت الدنيا بطمة تعليقا يكشف عن السر وراء تألقها حيث قالت الحب يجعل منك امرأة جميلة هذا التصريح الصريح من قبل الفنانة يثير فضول متابعيها ويفتح باب التساؤلات حول الحياة العاطفية الجديدة التي تعيشها بعد انفصالها عن طليقها محمد الترك الشجاعة في التحدث عن الحب بعد فترة صمت تكشف عن قوة وثقة دنيا بطمة في القدرة على إعادة بناء حياتها بإيجابية. هل هو بداية لفصل جديد في حياة دنيا بطمة؟ دنيا بطمة تبدو واثقة وسعيدة في هذه اللحظة، وتظهر بوضوح رغبتها في مشاركة تلك السعادة مع العالم. يظهر أنها تستخدم الحب كمصدر إلهام وبالتأكيد هذا يظهر في إشراقتها وجمالها الذي لا يضاهى بالنهاية يبدو أن دنيا بطمة تحمل رسالة قوية أن الحب ليس فقط جزءاً من حياتنا بل هو أيضاً محرك للتجدد والتألق يبدو ان قصتها تكتب بالوان جديده والعالم يترقب بفارغ الصبر لمعرفه المزيد من تلك اللحظات المميزه في رحلتها الفنيه والشخصيه